بعض ما تنتجه أنامل ذوي الاحتياجات الخاصة التي تتكفل الجمعيات والمراكز المختصة برعايتهم في ولاية غردايا. خصنا استفادات مالية، خصنا استفادات لطالبين حافلة، طالبين عشان باش الأولاد يتمدرسوا عندنا، وباش نطيقوا نحفزوا الأولاد اللي راهم يخدموا عندنا في الجمعية، لأن الجمعية متكفلة بجميع إعاقات العادة في المنيع. ولقد ارتأى المجلس الشعبي الولائي لولاية غردايا دراسة ومناقشة المشاكل التي تعترض تسيير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة المسيرة من طرف الجمعيات على مستوى الولاية. في هذا اللقاء إن شاء الله سوف يكون فيها حضور الجمعيات المعنية بهذا اللقاء في هذا اليوم الدراسي، وكذلك يعني المديرين أو القطاعات المعنية بهذا اللقاء، وذلك من أجل تدارس هذا يعني كل الانشغالات والتساؤلات المطروحة من طرف هذه المراكز. للأسف أن بلدية القرارة تفتقر إلى جميع المرافق لتخدم هذه الفئة، لا مركز بيداغوجي ولا مركز لصم البكم ولا مدرسة للمكفوفين، يعني ما فيه حتى ورشة ولا حتى مركز ليخدم هذه الفئة. توفير نقل خاص لهذه الفئة والرعاية الصحية اللازمة وكذا تخصيص أقسام بيداغوجية خاصة بالطور الابتدائي هي أهم التوصيات والحلول لضمان إدماج هذه الفئة.